الكعب ديالو السي اسامه بقاو مع الحديد ديال الشارع. بزاف الناس عموته اللي ظلموا هو الشارع. الصحافه هي لانه ملي خصك الصحافه الناطق ديال الشارع. شنو الصحافه؟ الصحافه الناطق رسمي الشارع. الشارع هو ظلم عموته لانه حياته كلها خسر مباراه واحده مهمه للجزائر. خسرها بالضربه الترجيحيه والعوده ديالو لفقوا له واحد بزاف التهام بعد رجع للوداد رغم انه كان معايا في المجلس كان معايا في نفس البرنامج. كان استفزاز ربما حتى انتقاد كان فيه استفزاز من بعض الصحفيين. لا يا عمو تاك عنده الشرعيه قبل مواليد باش ياخذ المنتخب غير الفرق اللي بيناتهم انا وليد جا في السنه ديال الشامبيونز ليغ. في الوقت اللي عموته غاب الانظار بعد واحد شويه فوليد كان عنده الحظ باش ياخذ المنتخب الوطني المغربي هذا لا يعني ان عموته تنزع عموته باقي عنده الشرعيه باش ياخذ شي نهار عموته يعني الميزه ديالو هو انه لعب في الخليج درب في الخليج لعب في المغرب ودرب في المغرب وبالتالي الاجواء الاردنيه ما كانتش صعيبه عليه اولا ثانيا عموته عنده واحد الشخصيه كبيره يعني يموت بالافكار ديالو الواحد الساعه الشارع الاردني كان كله ضده وما ما حدش ثبت الفكره ما سوقش كاع لا عفاسو تيصوب الفرقه عموته لم تخسر يصوب البلوك عموته اذا دومينا البلوك تيولي مزيان إذا كان عنده لي فوديت وما مضومش البلوك ما تينجحش هو ما تيتقبلش داك الفوديتاريا وما تيتقبلش لا ما نمشوش زكي ما نمشوش زكي تزكي تقريبا نفس الشخصيه